قسما بالله العظيم انا كنت في ورطه، وكنت خايف الورطه دي تمسك انت او تمس ليلي او تمس البيت اللي بنيته طوبه طوبه. حسن، انت مصدق نفسك وانت بتتكلم؟ عشان هي دي الحقيقه. حقيقه ايه؟ الطوبه دي ما تمستش، انت هديت البيت بعملتك دي. هبني من تاني واعمل لك اللي انت عايزاه بالطريقه اللي انت عايزاها. ازاي يعني؟ هتطلقها؟ وفكرك الحل ده يرضيني؟